عندي في الطوموبيل شي حاجه ديال شي حاجه ديال المشاكل شي حاجه ديال السوء ماكينه. انا خويا هذه دارنا دار با امي ودار المخزن، وكان خويا هنا بعدا ما كيعيش هنا كيعيش في البلديه، الناس كاينين الشهود كاين كلشي 30 عام عنده في البلديه كيعيش فيها. انا المشاكل داروها لي هنا خوتي، وهاد خوتي هادو بغاو يجريو عليا من دار با، وكل شاد بارطما وانا كنعيش في 3 متر على 3 متر. خصكم تطلعوا تشوفوا البيت ديالي بعدا كيفاش داير. هما قالوا لي تخرج من هاد الدار هادي بغاو يخرجوني منها، وانا اللي كنت كنعيشهم من بريطانيا كنصيفط لهم، كيقولوا لي كنصيفط كنعاونهم كنعاونهم كنعاونهم. مني جيت من بريطانيا رانا لقيت الاب ديالي باقي في الحياه، جيت عنده مني جيت عنده ما لقيتوش تيسكن هنا. مني قلت لي علاش حتى با ما كتسكنش هنا، قال لي خوتك جراو عليا وباعوا لي حتى البلاد. هادشي كنسمعوه من عند با. وانا الان راني تزوجت وكنسكن في لالا مريم، عندي بيت واحد مات فيه با، ومني كي مني جيت كان كيجي يزورني ويعرض عليا ويجي عندي للدار، وقال لهم هذا قدامهم هذا اخوكم الكبير ما تهضروش معاه في السطح خليوه في السطح. وكنا كنعيشوا حنا في هاد الدار، كنعيش غير انا ولاد اختي، انا ولاد اختي كنعيش معاهم. نادو واحد كيعيش ما عرفت في الاردن ولا ما عرفت فين كان كيهضر معاهم، وقعت مشاكل وقعت مشاكل وجراو على ولاد اختي، داروا حيدوا لهم القفل حيدوا لهم القفل وجراو عليهم وجراو عليهم جراو عليهم. ناد الاخر عنده دارو كراها دار مرتو مرتو عندها حقها كراوه، وجا طلع هنا ودار دار دوش ودار حيط وراه مستعمر علينا في الدار. هو واحد اخر ما عمرو عاش هنا ما كيطلش هنا ما كيجيش هنا. كنت كنعيش انا وجوج ولاد اختي كنعيش معاهم في الدار، لان اختي كانت عندي اختي عندي جوج خواتاتي، وحده اختي مشات بحالها عندها فلوسها، حيت لان با مني قال لي راه رزق مشى هذيك مشات بحالتها خلاتني مع ولاد اختي. هاد الدار هادي دار تيبار يا خويا. انا الان يلا جيت تلقني السلطه طلقتني باش كنعيش في دارنا، كنت كنعيش في بيتي. خصهم اخويا يخرجوا يمشيوا لدارهم، خص هادو اخويا يخرجوا يمشيوا لدارهم، لان الناس غادا تشهد عليهم بان هذوك هذا حقك، ولكن 30 عام وانت عايش في البلديه قريب لينا، وفي الاخر درتو لي درتو لعبتو انت وخوك الصغير اش لعبتو، حيت انا ما عارفش. انا بعدا كنت كنستعمل ريسبيريدوم في بريطانيا باش يعرفوا الاطباء، كنت كنستعمل ريسبيريدوم في بريطانيا، عندي طابليت ديالي مني جيت من بريطانيا صيفطوني السويسي، قالوا لي غتمشي للسويسي وانا ما مشيتش للسويسي. واش وقع ليا مع خوتي باغين هاد خوتي، انا حيت عارف المغرب كيفاش كيعيشوا الناس وكيفاش كيعيشوا في الحاله ديال المستشفيات، قلت تبارك عليا نعيش مع الحياه هنا، كنمشي ندير كندير فراشه كاع الناس يعرفوني وتنجيب رزقي. بغيت حقي، رانا عندي حقي، رانا هو الكبير فيهم انا وحق ولاد اختي، حيت كاملين مجرين عليه حقي وحق ولاد اختي. اخويا كنا ساكنين هنا يا عائله، انا والوالدة الله يرحمها والاخ ديالي وخالي وواحد خالش، حنا اللي كنا ساكنين حنا بلاش حنا اللي كنا ساكنين في الدار. واحد خالي هذا اللي ساكن هذا اللي ساكن دابا، وواحد خالي اخر ساكنين في البلديه، هذو اللي كاينين دابا وواحد في البلديه، هذا كانش عنده دارو في البلديه ما كانش ساكن هنا. حنا الوالده ماشيه الله يرحمها هي و جراو علينا حنا الاولين، داروا لنا المشاكل حنا وخالي، داروا لنا المشاكل حنا والاخ حنا وخالي، ولاو كيقول لهم ولاو كيقولوا ليها
ولاو كيقولوا لنا غادي هما عندهم هما كيهدونا بالسلطه. كيقول لي انا بعدا كاين خالي اللي عايش في الامارات كيهددني كيقول لي نحط عليك من مليون حتى ل 10 ونصيفطك للحبس. قلت لي علاش هاد الشهاده كامل؟ قال لي ما بغيتش نمشي من الدار. قلت لي فين غنمشي في الدار؟ نمشي نكري؟ انا ما خدام والو، كنبيع ونشري. ما كل مره شنو كندير انا والاخ ديالي؟ هاو ها كنبريكول صافي. خرجنا شي 15 يوم وحنا كنتلاوط في الزنقه. كل مره كنباش واحد واحد حتى ولي شكاري بيش انا والاخ ديالي. ومره كيباش معايا مره ما كيباش معايا، بحال بغاو يفرقونا. هذه ديال الدوله، هذه اصلا هذه دار ديال الدوله. هادو اللي جاوا دابا سكنوا فيها ما كانوش ساكنين فيها، كنت ساكن فيها انا والاخ ديالي وواحد خالتي وخالي. دابا مني جاوا هذوك اللي ما كانوا ساكنين فيها جراو عليا انا، جراو علينا حنا الاولين، ودابا جراو على خالي وكيهدونا. كيقول لنا نديروا لكم المناشف، غنديروا لكم وغنصيفطوكم للحبس. مني شفنا حنا انا باقي صغير، انا يلا عندي 24 عام، يصيفطوني للحبس يضيعوا لي حياتي جوج خطرات هما كيديروا لنا بحال ما هكا. ودابا مني ولينا كنهضروا معاهم على حقنا، كيقول لنا اللي دوا غنصيفطوه للحبس، اللي دوا فيكم غنصيفطوه للحبس. احنا دابا خرجنا من الدار، دابا راه 8 شهور انا باش جيت كنهضر معاهم كل فين ما كنبغي نفتح معاهم الموضوع، كيقول لي ما عندكش حق في الدار ولا كارت. عندي الدار، هما الناس الشاهدين. راه تزاديش في هذا الحي هذا، مني تزاديش في سبيطار سيدي عشمان، مني تزاديش من نهار ولدت امي جيت سكنت هنايا انا والخوادري ديالي. دخلوا هادوك الدراري اللي يقولوا راه داروا حيت هما كانوا دايرين هذاك الشيء اللي بغاو في الاخر من يبغاو يجريو عليا قفل انا بغاو يجريو عليا ويسكتوا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.